السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. كثير من المراجعين لما يتكلم مع الدكتور أو يذكر العملية اللي أجراها يقول دكتور أنا جريت عملية زراعة عدسة. زراعة العدسات كثيرة، بعطيكم بعض الأمثلة للحصر. هذا النوع الأول تسمى زراعة عدسة. النوع الثاني، النوع الثالث، النوع الرابع، خمسة، ستة، سبعة. كل اللي شفتوه هذه كل واحدة لها استخدام. مثلا عندنا العدسات النوع هذا عدسات تستخدم تسمى عدسات الـ ISL، والأشخاص اللي عندهم نقص نظر شديد ناقص 10 ناقص 12 ناقص 13 إلى ناقص 20 ممكن نستخدم النوع هذا من العدسات. العدسات هذه تستخدم متعددة البور مع عمليات الماء الأبيض عشان الشخص يرى القريب والبعيد والمتوسط. العدسات هذه برضو عدسات متعددة البور لكن معها تعديل انحراف إذا كان الشخص عنده انحراف. العدسات هذه يعني برضو مش متعددة البور، القريب والبعيد. هذه برضو من شركة ثانية للقريب، متعددة البور القريب والبعيد والمدى المتوسط اللي هو 40 سنتي شغل الكمبيوتر. هنا العدسات هذه في أحياناً لما يكون شخص عمل عملية ماء أبيض وما زرع له عدسة يحتاج زراعة عدسة خاصة عن طريق الخياطات نستخدم العدسة هذه. العدسة اللي يستخدمها بشكل روتيني اللي هي أحادية البؤر للبعيد فقط مثل العدسة هذه، في منها شركات كثيرة. الأفضل أن يكون مع الشخص إما تقرير أو صورة من الستيكر تبع العدسة، لأنه أحيانا حتى مع الفحص تكون ديزاين نفسه أكثر من شركة تزرع. فبس هذا اللي حبيت أنبه فيه أنه زراعة العدسات مو شيء واحد، في منها موديلات كثيرة. وشكرا، استودعتكم الله.